À tour de rôle, chacun a relaté ses aventures. À tour de rôle, بشكل متعاقب، يعني كل واحد بدوره. Chacun, كل واحد a relaté قصة، ses aventures مغامراته، أي روى مغامراته. إذا بلعبة أدوار مثلا نسميها كل واحد بدوره روى مغامراته. نبدأ هنا بالحديث عن شخصية جديدة وهو إيماد، أي عماد. إيماد باسيوني دو بيش، عماد المغرم بالصيد أو المولع بالصيد. باسيوني هذا الفعل مرادف لفعل إيمي أحب، وأيضا مرادف لفعل أدوري عشقة. إذا باسيوني عشقة، إيمي أحب، أدوري أحب، هذه الأفعال مرادفة لبعضها البعض. عماد المحب أو المولع أو المغرم بالصيد، دو بيش، بيش بمعنى الصيد. نوزارا كونتي، حكى لنا أو روى لنا. هذا الفعل مر في أحد جمل ضمائر الوصل المركبة أو البسيطة، عفوا، ضمائر الوصل البسيطة في أحد الدورات. راكونتي روى أو حكى، روى شيئا ما يأخذ بعده مفعول به مباشر، وكانت الجملة المحذوف فيها هو المضاف إليه. هذا الفعل إذن لا يتعدى إلى مفعولين، لا يأخذ بعده مكان، إنما يأخذ بعده مفعول به مباشر. كما إلسي كاموفلي، كيف، إذا حكى لنا كيف اختبأ، كاموفلي بمعنى اختبأ أو اختفى. دانزان كوا أومبرو، في زاوية مظلمة، في زاوية معتمة. أو بور دي لاك، على حافة البحيرة أو على ضفة البحيرة، على حافة البحيرة. قد نسأل أنفسنا هنا، لماذا اختبأ عماد في زاوية مظلمة على جانب البحيرة؟ الجواب يأتي بعدها بالترجمة: بور نو با إفريي لي ترويت، كي لا يرعب أسماك التروية. كي لا يرعب أسماك التروية، نوع من أنواع السمك اسمه ترويت، لكي لا يرعبه. هذه الجملة فيها سؤالين، والسؤال الأول والسؤال الثاني لهما نفس الحل طبعا بنفس الجملة. ربما نطرح سؤال: بوركوا، لماذا إيماد سيتيل كاموفلي دانز أن كوا أومبرو، اختبأ عماد في زاوية مظلمة؟ الجواب: بور نو با إفريي لي ترويت، لكي لا يرعب أسماك التروية. ربما نطرح السؤال من زاوية أخرى على الجزء الثاني من هذه الجملة: كفي إيماد بور نو با إفريي لي ترويت، ماذا فعل عماد لكي لا يرعب أسماك التروية؟ الجواب هو في نفس الجملة: إيل سي كاموفلي دانز أن كوا أومبرو، اختبأ في زاوية مظلمة. إذا الفكرة الأولى المتعلقة بعماد، عماد اختبأ في زاوية مظلمة، لماذا؟ لكي لا يرعب أسماك التروية. إيل نوزا إكسبليكي، شرح لنا كأن تو جانر دو بواسون، هذا النوع من السمك. إن كلمة جانر بمعنى نوع، بواسون من الأسماك، هذا النوع من الأسماك. إذا ترويت هو نوع من أنواع البواسون، ترويت السمك التروية، بواسون هو السمك، كل أنواع السمك نسميها بواسون. في يعيش، من هو هذا النوع من السمك؟ أي سمك التروية. في يعيش رارما، نادرا، إيزولي، منعزل، نادرا ما يعيش منعزلا. إذا هذا السمك، هذا النوع من الأسماك، نادرا ما يعيش منعزلا، نادرا ما يعيش منعزل. إذا كيف يعيش؟ يعيش ضمن مجموعات، هناك مجموعات من السمك تعيش مع بعضها البعض وتسبح سويا وتصطاد وتفترس سويا. إذا سمك التروية من النادر ما نجده منعزلا لوحده، إنما يعيش ضمن مجموعات. هذه الجملة ربما تطرح عليها جمل صح وخطأ، وهي جمل قوية، نكشة قوية لنسميها. إذا قمنا بحذف الظرف رارما نادرا من هذه الجملة، هل تبقى صحيحة أم تصبح خاطئة؟ لاحظوا الترجمة كيف تصبح: Ce genre de poisson vit isolé، هذا النوع من السمك يعيش منعزلا. إذا قلنا يعيش منعزلا فهذه الجملة خاطئة.
مجرد أن نحذف الظرف رارما نادرا تصبح الجملة خاطئة. طيب جملة أخرى: سوجونر دو بواسون في اون جروب، هذا النوع من السمك في يعيش اون جروب. جروب بمعنى مجموعة، ضمن مجموعات، إذا جملة صحيحة حتى لو أن كلمة جروب لم ترد في الجملة نفسها. إذا ما معنى مصطلح نادرا منعزل؟ أي لا يعيش منعزل، إنما يعيش ضمن مجموعة. سو دي بلاس بوكو، يتنقل كثيرا، فهي تتنقل كثيرا، إذا الأسماك التروية تتنقل كثيرا. إيروغان لي فون، وتتجه للأعماق، إلى أعماق البحيرة أو موندر بروي عند أقل ضجة. وتتجه إلى الأعماق عند أقل ضجة. هذا هو السمك التروية والمعلومات المتعلقة به. إذا ما هي ميزات سمك التروية؟ يعيش في مجموعات، نادرا ما نراه منعزلا، يتنقل كثيرا، يهرب للأعماق عند أقل ضجة. إيلافي، الإيل عائدة هنا على عماد. إيلافي أوسي عمل أيضا، أوسي لوتور جولة، عمل أيضا جولة دولا ريزيرف في المحمية. عماد عمل جولة أيضا في المحمية، ريزيرف بمعنى المحمية. جيدي مقادا فار من قبل، هذه الجملة مبنية للمجهول، مقادا من قبل أن بروفيسيونيل، محترف أو مختص، شخص محترف أو مختص في الغابات، وهو كالدليل يعني كالدليل. إذا مقادا من قبل محترف أو شخص مختص في الغابات. كيلويا في، الذي جعله في يكتشف، ديكوفرير يكتشف، الذي جعله يكتشف بيزاج مانيفيك، مناظر رائعة، جعله يكتشف مناظر رائعة. أوسان دان انفيرونما، وسط البيئة، شارجي دو كولتور اي ديستوار، المليئة والمفعمة بالثقافة والتاريخ. ما هي الفكرة الأخيرة المتعلقة بعماد؟ عماد عمل جولة في المحمية، يقوده محترف ومختص في الغابات، جعله يكتشف مناظر رائعة وسط البيئة المفعمة بالثقافة والتاريخ. هنا في نهاية هذا السطر، في وسطه عند النقطة، نأتي إلى نهاية الحديث عن عماد. ما هي ميزات عماد وما هي مغامرته؟ عماد سي كاموفلي دون زان كوا أمبرو، عماد اختبأ في زاوية مظلمة. بوركوا، لماذا؟ قلنا بايفريي لتروي، لكي لا يرعب أسماك التروية. كيسكي لافي أوسي، ماذا فعل أيضا؟ إلافي أن تور دولا ريزيرف، عمل جولة في المحمية واكتشف بيزاج مانيفيك، مناظر رائعة. ما هي ميزات سمك التروية؟ تو جونر دو بواسون في رارما إيزولي، تو دي بلاس بوكو إيروغان لي فودا أو موندر بروي، هذا النوع من السمك يعيش نادرا منعزلا، يعيش ضمن مجموعات، يهرب للأعماق عند أقل ضجة. هذه هي المقطع المتعلق بعماد وبشكل كامل. نأتي إلى الحديث هنا عن زينة. بار كونتر، في المقابل أو بالعكس، زينة، زينة هي الشخصية الجديدة على القصة. إذا تحدثنا عن عماد، سنتحدث الآن عن زينة. ليراندوني أون مونتاني، ليراندوني التنزه أو التجول، هذا هو النشاط الثاني للرفاق الثلاثة، التنزه والتجول اون مونتان في الجبل. نولانتريسبا، لا يهمها، التنزه في الجبل نولانتريسبا لا يهمها، لا تهتم به، ليس وقتها الفارغ المفضل، لا تفضله صراحة. سنرى ماذا تفضل إذن. إل بريفير كونساكري سون تان ليبر، فهي تفضل كونساكري أن تكرس وتخصص سون تان ليبر، وقتها الفارغ أو وقت فراغها، أسو دي توندر، للاسترخاء، تان لي كافي، في المقاهي، إي آ إيكوتي دو لا ميوزيك، والاستماع للموسيقى. إذن
تفضل أن تخصص وقتها للاسترخاء والتسلي في المقاهي والاستماع للموسيقى أيضا. Son passe-temps préféré، فوقت تسليتها المفضلة، وقتها الفارغ المفضل أو تسليتها المفضلة، et de vivre، هو أن تعيش dans une ambiance، في جو décontracté، من الراحة تستريح به، أو حيث se côtoie، تتداخل أو تتجاذب، يعني يوجد فيها divertissement، التسلية، et développement culturel، والتطور الثقافي، حيث تتواجد في هذه في هذا الجو التسلية والتطور الثقافي أيضا، تتسلى وتتثقف. هنا نأتي إلى نهاية الحديث عن زينة. ما بها زينة؟ زينة لراندوني اون مونتان نولان تريسبا، لا يهمها التنزه بالجبل، أي لا تحبه صراحة، لا تحب التنزه في الجبل. بماذا تهتم إذن وماذا تفضل؟ Elle préfère consacrer son temps libre à se détendre dans les cafés et à côté de la musique. تحب التسلي في المقاهي والسماع للموسيقى. إذن ماذا تفضل زينة؟ تفضل التسلي في المقاهي والاستماع إلى الموسيقى. برأيها أن هذا الجو يتواجد فيه التسلية والتطور الثقافي بنفس الوقت. هنا في الحديث عن زينة بإمكاننا أن نطرح أسئلة وأجوبة. إذا قلنا مثلا كيسك زينة بريفير تيل، ماذا تفضل زينة؟ ما هو الشيء المفضل لزينة؟ نقول elle préfère consacrer son temps libre à se détendre dans les cafés à côté de la musique. تفضل تخصيص وقتها الفارغ للاسترخاء في المقاهي والسماع للموسيقى. تفضل التسلي في المقاهي والسماع للموسيقى. طيب إذا قلنا مثلا في جملة صح وخطأ، تو لي ممبر دي جروب، تو تكتب تي او اي اس، تو بمعنى كل، كل أفراد المجموعة، تو لي ممبر دي جروب، كل أفراد المجموعة، ام يحبون لراندوني التنزه اون مونتان في الجبل. انتبهوا إلى هذه المعلومة، كل أفراد المجموعة يحبون التنزه في الجبل. الجملة خاطئة، لماذا؟ لأن زينة لا يهمها التنزه في الجبل، هي تحب السماع للموسيقى والتسلي في المقاهي. إذن عملية التعميم خاطئة أيضا فيما يخص الإسكالات التسلق، لأن فاضل لم يتسلق، وكذلك الأمر فيما يخص لراندوني التنزه والتجول، لأن زينة لا تحب التنزه والتجول، إنما تحب التسلي في المقاهي والسماع للموسيقى. لكن حقيقة إذا سألنا سؤال، هل زينة لم تذهب في النزهة؟ لا، زينة ذهبت في النزهة لأنها روت لنا مغامرتها، فإذن هي موجودة في حفلة التعارف ورواية المغامرات. لماذا ذهبت معهم بما أنها لا تهتم بالتجول؟ حقيقة لا أنا أعرف ذلك ولا أنتم. نكمل بالحديث عن الشخصية الأخيرة في القصة، سامي. سامي لو بلي سبورتيف دي جروب، سامي الرياضي الأكثر في المجموعة، لو بلي الأكثر، سبورتيف الرياضي، دي جروب للمجموعة، سامي الرياضي الأكثر في المجموعة. روتراس حكى avec enthousiasme، بحماس، son séjour، إقامته، أي رحلته. إذن سامي هو الرياضي الأكثر والأكبر في المجموعة، روى لنا أو حكى لنا بحماس إقامته ورحلته. Il nous a décrit، وصف لنا، la vue splendide، وصف لنا la vue splendide، المنظر الخلاب، المنظر الرائع، في أوت، من أعلى، دو لا مونتاني، الجبل. وصف لنا المنظر الخلاب من أعلى الجبل. دو حيث il pratique le parapente، يمارس القفز المظلي.
إذن وصف لنا منظر خلاب من أعلى الجبل حيث كان يمارس القفز المظلي. Ce sport dangereux pour les uns et passionnant pour les autres. Ce sport, هذه الرياضة، علينا أن نحفظ هذه الكلمة، كلمة سبور بمعنى الرياضة. هذه الرياضة dangereux، خطيرة، تكون خطيرة. Pour les uns، بالنسبة للبعض. إيه passionnant بالنسبة pour les autres، ومحبوبة أو معشوقة بالنسبة للبعض الآخر. إذن هذه الرياضة يحبها البعض ويكرهها البعض الآخر، أو تكون مخيفة وخطيرة بالنسبة للبعض الآخر. انتهينا من الحديث عن سامي. ما ميزة سامي؟ C'est le plus sportif du groupe، هو الرياضي الأكثر في المجموعة. ماذا كان يفعل؟ Il pratique le parapente، كان يمارس القفز المظلي. De la montagne، من أعلى الجبل، حيث يوجد la vue splendide، المنظر الخلاب. ما ميزة هذه الرياضة le parapente؟ Ce sport dangereux pour les uns et passionnant pour les autres، هي رياضة خطيرة بالنسبة للبعض ومشوقة ومحبوبة بالنسبة للبعض الآخر. هنا صراحة ذكرت رياضة وهي القفز المظلي. إذا كان لدي سؤال في الامتحان وطلب مني relevé du texte deux sports، استخرج من النص رياضتين، علي أن أستخرج وأذهب إلى كلمة escalade وكلمة rafting، التسلق والتجديف، لأن الأسئلة عموما تخص الرفاق الثلاث الشخصيات الرئيسية في القصة وفي الرحلة. أما هنا رياضة القفز المظلي هي تخص سامي، وهي مغامرة قام بها. هل قام بها في رحلة سابقة؟ لم يكن معه الرفاق، لم يقم بها في هذه الرحلة التي ذهب بها مع رفاقه الآخرين إلى الجبل؟ حقيقة لا نعرف. هل هو مارس رياضة القفز المظلي في الرحلة نفسها أم في رحلة سابقة؟ على ما أعتقد أنها رحلة سابقة، لأنها مغامرة وهو يرويها ويقصها لرفاقه، إذن لم يشاهدوها من قبل ولم يعرفوا بها من قبل. ختام القصة وهو الحدث الأخير، وهو وصف طالبا للرحلة. C'était sympa et convivial، كان ذلك ممتعا وحميميا، كان ذلك ممتعا وحميميا ورائعا. ما هو ذلك؟ أي الرحلة بأكملها. الحدث الأخير ثم غدا nous découvrirons le reste de la région à vélo، سنكتشف باقي المنطقة على الدراجة. إذا غدا سنكتشف باقي المنطقة عبر الدراجة، عبر البسكليت. فيلو هي كلمة مرادفة لكلمة بسكليت، وهي كلمة فرنسية بمعنى الدراجة الهوائية. On quittera de bonne heure، وسنغادر بساعة مبكرة. Quittera، سنغادر، de bonne heure، بساعة مبكرة. Nous devons parcourir le village et les environs. Nous devons parcourir، يجب علينا أن نجتاز، le village et les environs، القرية ومناطقها المجاورة، أي محيطها، أي ريفها. القرية والمناطق المجاورة au cours de la vingt midi. au cours de، هذا مصطلح تركيب جري بمعنى خلال. la vingt midi، قبل الظهر، فترة ما قبل الظهر، خلال فترة ما قبل الظهر. ensuite، ثم nous rentrerons pour une soirée d'adieu، سنعود أو سنرجع pour une soirée d'adieu، من أجل إن سواري بمعنى سهرة أو أمسية، داديو الوداع، من أجل السهرة الوداع. كوزا، يا ابن عمي، جادور سي فاكونس، أعشق هذه العطلة. أدور مرادف لباسيون، مرادف لأمي. يا ابن عمي، أعشق هذه العطلة أو هذه الرحلة. أبيانتو، إلى اللقاء قريبا. جواد على اليمين في أسفل الشاشة هو جواد وهو مرسل الرسالة، لكن علينا التركيز على الجملة الأخيرة التي قالها لنبيل. قال له كوزان، يا ابن عمي، علينا أن نحفظ هذه المفردة.
يا ابن عمي أعشق هذه العطلة. إذا ما هي العلاقة بين جواد ونبيل؟ هم أبناء عم، دي كوزان.